صدور تشتاق إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله علم القرآن فكان خير معلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإنا عليه لطلاوة، الذي يشرف بأعينكم على قناة التناصح الفضائية. كنا قد تحدثنا عن مخارج الحروف، تكلمنا عن مخرج الجوف، وتكلمنا عن مخرج الحلق، وعن مخرج اللسان، وبقي أن نتحدث عن مخرجين من المخارج العامة الرئيسية للحروف العربية، وهما مخرج الشفتان والخيشوم. تكلمنا عن الجوف وقلنا أن حروف الجوف هي ثلاثة أحرف، وهي حروف المد الثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. حروف الحلق أيضا هي ستة أحرف، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الهمزة والهاء تخرج من أقصى الحلق، والعين والحاء تخرج من وسط الحلق، والغين والخاء تخرج من أدنى الحلق، وأدنى الحلق هو أقرب شيء إلى الفم. اللسان قلنا إنه أكثر يعني مخارج الحروف حروفا. ذكرنا أن أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي يخرج حرف القاف. أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي والحنك العظمي يخرج من حرف الكاف. وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء غير المدية، وسط اللسان مع وسط الحنك. ثم عندنا حافة اللسان اليمنى أو الحافة اليسرى أو كلاهما معا مع ما يجاورهما، يجاور الحافة اليمنى أو الحافة اليسرى أو كلاهما معا مع ما يجاورها من الأضراس العليا يخرج حرف الضاد. ثم ذكرنا أن المخرج الذي يليه هو أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، ويخرج منه حرف اللام. ذكرنا أيضا أن طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة يخرج منه حرف اللام، حرف النون طبعا، ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. سمى علماؤنا النصف اللساني من النون بالنصف المكمل، وسموا النصف والجزء الخيشومي من مخرج النون بالنصف المكمل. أيضا من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة أيضا يخرج حرف الراء. عندنا طرف اللسان طرف اللسان مع ما مع أصول الثنايا العليا يخرج الطاء والدال والتاء. عندنا طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى يخرج من حروف الصفير الثلاثة: الصاد والزاي والسين. عندنا طرف اللسان، وهذا هو المخرج الأخير من مخارج اللسان، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، والثنايا العليا هما السنين الكبيرين اللذين في الأمام، هذين من فوق طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا يخرج منه ثلاثة أحرف، وهي الظاء والذال والثاء: أظ، أذ، أث. إذن هذا هو المخرج الأخير من المخارج الجزئية التي هي ضمن مخرج اللسان، الذي هو مخرج عام رئيسي.
إذن طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الطرف مع الطرف، تخرج ثلاثة أحرف وهي الظاء والذال والثاء. نكتفي بالمادة العلمية إن شاء الله، في حلقة الغد سنستكمل مخارج الحروف ونتحدث عن مخرج الشفتين ومخرج الخيشوم بإذن الله عز وجل. الآن نتلو التلاوة المنهجية المخصصة لهذه الحلقة، وبعد ذلك إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم لمن أراد أن يسمعنا تلاوتها. تلاوتنا المنهجية هي للصفحة 16 بعد 105 من الآية 9 إلى الآية 30 من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق الله العظيم. نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا تلاوته. كما هي العادة بعد التلاوة نأتي على الخلف بين رواية قالون وورش والدوري عن أبي عمرو وحفص رحمهم الله جميعا، هذه الروايات الأربعة المنتشرة بين عامة المسلمين. الخلف ليس كثيرا، أول هذا الخلف في الآية 14 وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا. فحق وعيد ورش رحمه الله في حالة الوصل، إذا وصل كلمة وعيد بما بعدها فعنده يا فحق وعيدي فيثبت الياء بعد الدال المكسورة. أيضا في الآية 19 وهي قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، عندنا تاء ساكنة بعدها سين، فعندنا هنا إدغام صغير لأبي عمرو رحمه الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. في الآية 30 وهي قوله تعالى يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، قرأ أبو عمرو رحمه الله وحفص رحمه الله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لو المخرج يظهر الأرقام أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا تلاوته أو يسأل في علم التجويد. هذا هو كل الخلف بين رواية قالون وورش رحمه الله تعالى. معي اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخي محمد بالقراءة. السورة، أي سورة هي؟ سورة قاف. سورة قاف، اقرأ من أول قاف، قاف القرآن المجيد. تمام. طيب أخي محمد اقرأ من أي مكان. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فخم الراء أخي محمد. وبالآخرة. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون أولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. حسبك أخي محمد، حسبك، بارك الله فيك. طيب أخي محمد بارك الله فيك، اهتم بأحكام الراءات. طيب نستقبل هذا الاتصال، السلام عليكم. ذهب الاتصال. الراءات أخي محمد، الراء إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة كغيرها من حروف الهجاء. إن كانت مفتوحة أو كانت مضمومة نفخمها، إن كانت الراء مكسورة نرققها. إذا كانت متحركة، إما أن تكون متحركة بالفتح أو متحركة بالضم، ف
فإننا نفخم الراء. إذا كانت متحركة بالكسر نرقق هذه الراء. بقيت الراء لما تكون ساكنة إن شاء الله نشرحها بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام، شحالك يا شيخ؟ الحمد لله. محمد عبد القدوس صح؟ حاضر حاضر. اتفضل بالقراءة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ذلك ما كنتم ذلك معنا حسبك بارك الله فيك. نفخمها إذا كانت مكسورة نفخم هذه الراء إن كان اتفضلي بالقراءة. السلام. اتفضلي بالقراءة. أنا ممكن نقرأ سورة الدخان. اتفضلي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أعيديها. فيها يفرق كل أمر. في ليلة مباركة. في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. آبائكم من ضمه يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء إن كنت ربكم ورب آبائكم الأولين. أعيدي ربكم ورب آبائكم الأولين. طيب حسبك أختي الكريمة بارك الله فيك. فأحكام الراء كما أسلفنا قلنا إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة نفخم هذه الراء. إذا كانت الراء مكسورة نرقق هذه الراء. إذا كانت الراء ساكنة ننظر إلى حركة ما قبلها إن كان فتحة
أو ضمة فإننا نفخم هذه الراء، إن كان كسرة نرقق هذه الراء، بشرط أن تكون الكسرة التي قبل الراء الساكنة أن تكون كسرة أصلية، بأن لا تكون كسرة همزة وصل. أيضا هناك شرط آخر، ألا يكون بعد الراء حرف استعلاء. طيب مع اتصال. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ما شنو حالك؟ الله يحييك. بارك الله فيك البرنامج. شيخ معلش عندي سؤالين، السؤال الأول بنفس الذي حرف المد. حروف المد. حرف المد اللي هو مثلا ما أو تعلمون، منين نبدأ المد؟ هل نبدأ من حسب المد حركة المد نحسبوها من حركة الميم نفس مثلا ما ما أغنى مثلا؟ نعم. تعلمون، هل نبدأ في حسب المد من لام تعلمون ولا تعملون من ميم، ولا منين نبدأ المد بالضبط؟ إذا كان مد متصل أو مد طبيعي، منين نحسب المد؟ من حركة الفتحة ولا بعد الفتحة؟ هذا السؤال الأول. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني يا شيخ بنسأل قراءة، من اللي يقرأ في سورة الضحى بالإمامة ويفتح في سجع، هل هو علي الإمام علي كسائي أم الإمام حمزة؟ طيب عندك سؤال آخر؟ وهذا السؤال. بارك الله فيك يا شيخ. فيك بارك الله. طيب إذا كما يعني أسلفنا وبينا أحكام الراءات، قلنا إذا كانت الراء مكتوحة أو الراء مضمومة نفخم هذه الراء، إذا كانت الراء مكسورة نرققها، إذا سبقت كانت الراء ساكنة وسبقت بفتحة أو ضمة فإننا نفخم هذه الراء، وإذا سبقت بكسرة فإننا نرقق هذه الراء، بشرط ألا يكون أو يقع قبل هذه الراء الكسرة، يبغي أن تكون كسرة أصلية ولا تكون كسرة عارضة ككسرة همزة الوصل، وألا يكون بعد هذه الراء حرف استعلاء. مثلا هناك خطأ شائع. السلام عليكم، مع اتصال. عليكم السلام، حياك الله يا شيخ. الله يحييك أختي الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد تختصموا تاء مستفيرة، قال لا تختصموا لدي وقد الثاء مستفيلة لا تفخمها، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تمام واصل استمري. تمام ذهب الاتصال. أختي الكريمة قال لا تختصموا، عندنا تاء، هذه التاء وقعت بين حرفين، حرفي استعلاء، تختصموا عندنا خاء التي سبقت حرف التاء، هذه حرف مستعلن، بعد حرف التاء عندنا حرف الصاد وهو حرف مستعلن مطبق، فلا بد يعني من تخليص التاء من هذين الحرفين المستعليين بحيث يعني لا تتأثر بهما. تختصموا عندنا تاء مستفلة مفتوحة بعدها خاء مستعلية، تختا ثم عندنا تاء حرف المستفل نرققه، تختا صي بعتالي عندنا حرف الصاد وهو حرف مستعل مطبق، فلا بد أن نخلص الحروف من بعضها. أمنا أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كانت قراءته مدا ينبذ حروفه حرفا حرفا، فلا بد يعني أن ننطق حروف القرآن يعني حرفا حرفا ونخلص الحروف من بعضها.
لذلك جاء في يعني تفسير قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، رتل بمعنى انبذ حروفه حرفا حرفا، لأن كلمة ترتيل أصلا في اللغة جاءت من قول العرب ثغر مرتل، والثغر المرتل هو الأسنان حينما الثغر المرتل هو الفم حينما تكون أسنانه يعني متساوية، ليس فيه سن تركب على السن التي بجنبها أو تتباعد عنها، فالأسنان الفم الذي تكون أسنانه يعني متساوية ليست متداخلة ولا تركب على بعضها ولا تتباعد عن بعضها، هذا يعني صفة جمال في الفم، فالعرب كانت تقول ثغر مرتل، فهم يعني استعاروا هذا اللفظ واستعير هذا اللفظ، فالترتيل هو يعني أن ننطق حروف القرآن حرفا حرفا دون يعني تداخل بين هذه الحروف، فنحرص دائما أن نصفي الحروف من بعضها. قال لا تختصموا، تختصموا، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. الأخت التي قرأت يعني بداية السورة ونزلنا من السماء ماء، والله دائما لو تقفي على رؤوس الآيات يكون أفضل، لا داعي يعني أن نصل الآيات ببعضها، أنت مثلا وصلت والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد، لو وقفت على رؤوس الآية فيكون أفضل. في هذه الصفحة التي تلوتها عندنا في آخرها ما يبدل القول لدي في الآية 29، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لفظ أنا في القرآن لو تلاحظوا في المصحف تجدوا فوق الألف من كلمة أنا قد رسم صفر مستدير، هذا الصفر المستدير علامة على أن هذا الألف لا ينطق إنما يرسم فقط، وما أنا بظلام، ففي حالة الوصل كلمة أنا بما بعدها فإننا لا نثبت هذا الألف وإنما نحذف، نقول وما أنا بظلام للعبيد، بشرط ألا يقع بعد، طبعا هذا في حالة الوصل، إذا وقفنا فإننا نثبت الألف، نقول وما أنا، هذا إذا وقفنا، لكن إذا وصلنا فإن هذا الألف يحذف بشرط ألا يقع بعده همزة قطع. إذا كان وقع بعد همزة قطع فإما أن تكون همزة القطع مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، إذا كانت همزة القطع مفتوحة أو مضمومة فإننا نثبت هذا الألف ويصير عندنا مد منفصل، وكل على أصله في المد المنفصل، قالون رحمه الله له في المنفصل وجهان القصر والتوسط. أما إذا كانت الهمزة التي وقعت بعد لفظ أنا همزة مكسورة فلقالون رحمه الله فيه الوجهان، إما أن يثبت هذا الألف فإذا أثبته يصير عندنا مد منفصل يمد بمقدار حركتين أو أربع حركات، وإذا كان يعني والوجه الثاني هو أن نحذف الألف الألف فيعني يصير نطق يعني يصير نطق بغير ألف. هذا اللي الذي أحببت يعني أن أنبه عنه في هذه الصفحة التي تلوناها. أسئلة الأخ الذي سأل أنا لم أدون اسمه، سأل عن حروف المد من أين نبتدئها، نبتدئها بالحركة التي سبقت حرف المد أم لا؟ الإجابة على سؤالك أخي الكريم، طيب الوقت سرقنا، إن شاء الله يعني أجيب عن أسئلتك في الحلقة الغد بإذن الله تعالى، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، ألقاكم إن شاء الله في حلقة الغد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرب من وحي الرحمن وربك.